تعال ساحة القتال هنا. قاتلت رادان، ما اقدر عليك انت. الله يخرب بيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في اليوم الثالث من ستراندد ديب وسرفايفل ثلاث ايام. هذا اعتبره انجاز بالنسبة لي. ادري الناس موصلين يمكن 20 يوم او 30 يوم، لكن بالنسبة لشخص جديد على اللعبة من اول مرة صراحة ودي اوصل، يعني اخذ راحتي بالسلسلة، لكن في نفس الوقت ما ابدأ تخزينة ثانية، تكون سلسلة مرة واحدة. على العموم اشكر دعمكم ولايكاتكم ونصايحكم في الكومنتات مرة ثانية، ويا ريت ما تنسون تحطون لي لايك على هذا المقطع من قبل تشوفونه، حتى انكم ما تنسون السلسلة هذه محتاجة دعمكم. نقول بسم الله نشرب الماي، لان في هذه الحلقة ودي صراحة اذا سعفني الوقت اني اروح الى احد الجزر تقريبا بدون المنظار يمديني اشوف هذيك الجزيرة. ما ادري اذا تشوفون شوية تفاصيل فيها، وهذيك الجزيرة عندي تقريبا هذه اقرب جزيرتين، يمدينا نزوم ويمدينا نزوم على هذه. والله ما ادري يا شباب، بس ودي اروح بسرعة وقت للجزر الثانية، ولكن في نفس الوقت عندي الماي فل، ودي احط السعف هنا على السريع قبل ان نمشي بحيث ان نحصل الماي متجمع يوم نرجع. تقريبا انه كافي السعف اللي موجود، فبسحب على الموضوع. في شغلة ثانية، مثل ما تلاحظون هنا اليوكا 3 بدأ ينمو، فتقريبا كل يومين في اللعبة اليوكا 3 هذا ينمو، حتى شوف يتكسر بسرعة اتوقع. 1 2 3، اعذروني الوضع في الليل، بس اتوقع الاضاءة يعني لا بأس فيها الحين، الساعة 9 بالليل تقريبا الحين، 4 في 1 ضايع علي. اسوأ شيء يوم اليوكا 3 موجودة تكون جنب هذه شو اسمه التفاصيل. المهم ما ودي اضيع وقت ادور على الواحد هذا، ادري ان اللعبه متوقفه عليه، ولكن وش نسوي؟ طيب الحين راح اشوف عندي هذا الاثنين، اخليهم هنا بحيث اني اقدر اشوفهم ما اضيعهم، وننزل اليوكا اللي معي. الهامر ما احتاجه الحين، والليذر والسواليف هذه كلها راح انزلها، ما راح اخلي اي شيء معي. تورش ممكن احتاجه، بس برضه ما ادري اذا رويتكم اياه. شوف الأغراض كيف صارت فوق بعض. التورش حلو صراحة بالليل كشاف، يمديك تشوف فيه، لكن بما أني بسافر أحاول أجيب أو أستغل كل الفراغات أو الخانات اللي موجودة معي. حتى هذا المنظار راح أنزله. السكين ممكن أحتاجهم هذه الأمور، أو خلنا بسويهم في الجزيرة، خلي واحد معي. الجزيرة اللي بوصل لها راح أصنع فيها الأمور. شوف حتى السكين عندي 40% يعني شوية وتنكسر، فما في مشكلة لو أني أشلها. بالنسبة للعطش حلينا مشكلته، ممكن أشرب لي شربة قبل أروح. والاكل صراحة يبيلي اكسر الكوكنت هذا واكل لي القطعتين هذي على السريع، بحيث اني ازيد الاكل شيء بسيط. نشد الرحال في الليل بحيث اني اوصل لاحد الجزر، يكون الوضع صباح اول ما اوصل واصير استكشف على راحتي والوضع في السليم. طبعا لازم احمل الصناديق هذي كلها فاضية، خلنا نتأكد. نعم كل الصناديق فاضية. يا اخي الصناديق مش كافية، اتوقع في سفن لسه ما استكشفتها. انا اذكر الحلقة الاخيرة استكشفنا هذه السفن تقريبا اللي موجودة في هذه المنطقة، ولكن اذكرنا فيه سفن في المنطقة الثانية. اخذ شيء يوم لاعبك يتعب. لسه والله في شوية ضوء، طبعا لازم تنتبه لان والله الوضع يخوف بالليل، يعني انك ما تشوف شيء، لان يا اخي تلقى شغلات سامة على طول، وهذا اللي خايف منه. طيب في صندوق هنا الحمد لله كويس، ما ادري وش فيه، راح نستكشف بعدين يوم نرجع. لو احصل لي صندوقين بعد زياده اشلهم معي، بحيث اني والله ممكن يا شباب ان نخلي الجزيره هذه مش الرئيسيه، نشوف جزيره اكبر بعدين ونصير تصير الرئيسيه تبعنا ونبني فيها البيس وكذا. السالفه الظاهر انها مطوله. انا شفت هنا في القائمه مثل ما تشوفون الكرافت المباني، والله يا ان في تفاصيل كثير. استعرض لكم القائمة هذه على السريع، يعني الأبواب ما أبواب ودرايش يعني ذكرني بلعبة سرفايفل نسيتها والله. ففيها تفاصيل كثير. طبعا في صوت يطلع إذا كان فيه قرش قريب منك، وإن شاء الله إنه ما أحد حولي. ما في شيء. أوكي في واحد لاشينج هنا، ولا في أي شيء هنا. معليش مرة ثانية يا اخواني استكشف بالليل. هذا البولز ممكن انك تقص الحبل وتصير تشلهم، تصنع فيهم شغلات. بما ان ما عندي شيء حاليا ليش ما اجيبهم. هنا في كونتينر بعد فوق اخذناه.
طيب كذا الوضع سليم ان شاء الله نرجع سليم بس لل ما اسمع اي اصوات. في سفينة ثالثة على اليمين هناك، ما ودي اصير طماع بس بما انها اخر سفينة حول الجزيرة. هذه شفتها، هذه مستحيل ما شفتها. اوكي خلاص احنا لفينا لفة كذا على الجزيرة اللي معنا. حلو خلنا نشوف ايش اللي في الصناديق هذه. معليش. طيب الصندوق الاول في هذه الامور. حلو سبير ثاني وشغلات بننزلها. هنا في كلود اير تانك شكلها زي الاكسجين. طيب راح ننزل الاغراض هذه كلها هنا. هذا انا شفته الكرات هذه شفت لها استخدام انا في الكرافت، بس والله ما اعرف ايش ممكن يكون حوالين القارب اللي راح نصنعها او السفينه التايتانيك اللي راح اصنعها بعدين. الله العالم راح نشوف كيف الوضع بعدين. وكذا صناديقنا جاهزه. ان الحلو في الرمح يا شباب يمديك تصطاد فيه بهذه الطريقه، يعني انك ترميه مش بس انك تضرب. طيب الحين معي رمحين ممكن اصنع لي خلنا نصنع رمح ثالث بحيث لو واجهنا اي حيوانات نعطيها واحد رابع يا رجال شويه خشب ياخذ، لان هذا سلاحنا الوحيد ما راح ناخذ اي فاس، لان فيه زي شو اسمه الكراب هذا الصغير اللي كنا نصطاده لكن عملاق، وفيه حيوانات ثانيه اللي هي المفترسه، فما ودنا نتفاجئ باي شيء. طيب الحين هذه الصناديق كلها معي. البوصله اتوقع انها موجوده في الستورج تبع الرافت، صح يمدينا نخزن شيء ثاني هنا، ولكن يلا خلنا بناخذ احتياط شويه اكل شويه ماي اخليه زي ما هو، وناخذ هذا ونوجه على اقرب جزيره. طبعا البوصله ودي انها تكون معي. طيب اتجاهنا الساعه كم الحين؟ صارت الساعه 4 الفجر. لا والله تاخرت كثير. اكبر جزيره اقدر اشوفها من هنا عندي هذه وهذه. هي الخطه اني اروح، والله شرقت الشمس، بس اهم شيء موضوع الماي اني اخليه جاهز، موضوع الاكل اني اصطاد لي شيء قبل اروح، لاني حسيت وضعي صراحه ابدا مش في سليم. فاول ما اوصل هناك راح اصطاد، لذلك اني باخذ واحد سبير معي. احس اني كثرت سبيرز بس يلا ما عليه. هلا والله هلا هلا هلا. تعال انت هنا. اهم الشغلات هذه اللاشنج. لما نشوف اي شيء في الطريق راح اشله. هذا شله يا اخي، يا ريت انه بيوصل. احلى شيء في اللعبه موضوع الرمي، يمديك ترمي مثلا هذه تعطيها كذا توصلها هناك. لو كانت شغله خفيفه طبعا راح توصل مكان ابعد. تشوفون هذا الازرق الكريه يا شباب؟ هذا سام، هذه احدى الشغلات السامه، فودي اصطاد لي شيء اطبخه اكله قبل لا اسافر. ما يصير اسافر على جوع ما عندي اكل، ونفسي طابت من الكوكنت بما انها اشرقت علينا الشمس. ف يب فنشوف لنا شيء كذا نصطاده ونقول بسم الله. شوف هذا الوسخ، شوف الاشواك، شوف هذا مدري ايش يا اخي، وش ذا كثير قريب من الجزيره. خلنا نحاول نتجنبه قدر الامكان. الاسماك الصغيره هذه، تعال انت ايش هذا؟ ساردن، ساردن فيش. طيب خلاص بيتم معلق يعني ولا كيف؟ هذا المفروض القمه شيء او سمكه اكبر منه. ايوه هنا ندخل اعماق يا ساتر يا ساتر، وش ذا يا شباب؟ قرش صغير هذا، بس وش ذا العلة؟ ديسكس فيش. دقيقة خلنا ناخذنا شربه يا ابوي، هذه بتعيشني سنة قدام. يا هو هذه مدري حارشها ولا ما حارشها. بسم الله توكلت على الله. لا دقيقة خلنا بنرجع السبير. شو اسمه ذا السمكة الصغيرة اللي موجودة في السبير، لاني شاك في الوضع صراحة، ما ودي احارشها وانا مش متأكد. شوف ماسكها بس ما ادري ليش. اوكي لازم اضغط. الله يسامحك اسوي لها سكن. وش اللي قلنا مش عاجبه؟ والله مره صغيره صراحه، مره صغيره، بس احسن من الكوكنت. على بال ما تنطبخ نروح نصطاد. هذا كم هلثه؟ 100%. يا سلام يا اخي هذا المكان وسخ. شوف جنب الازرق هذا، خلاص حفظت الطريق انا تقريبا. اوكي
اوكي ما ادري هذا الاحمر وين السمكه هذيك الكبيره. ايوه السلام عليكم. وين يا طيب؟ اوف لا 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 تكح ولا يا اخو. تكفى 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 يا اخي والله ما جيت لك. الله يخرب بيتك يا شيخ. بعدين وين الموسيقى هذيك اللي تطلع يقولون مع سمك القرش وما ادري ايش والكلام الفاضي هذا؟ عسى ما في افكت ولا شيء. لا الامور طيبه بس كانت نغزه كذا على الخفيف. استغفر الله نرضى بالسمكه الصغيره هذيك. لا والله حشا. طيب خلنا نروح مكان ثاني نطلع مكان ثاني كذا. الله يخرب بيت ابوك يا اخي. انا طمعت بهذيك السمكه حق اسبوع قدام. الله يخرب بيت اشوف هذاك. طيب خلنا نبعد منه هنا. ايوه هذا اخوينا، هذا هو اخوينا. والله لقيته، والله اني لقيته. هذا هو على يميني مفروض انه يطلع. السلام عليكم. الله يستر. بسم الله توكلت على الله. بس ضربه واحده. وات اما اسوي لها سكين هنا؟ لا يا حبيبي. انا جاهز لل شو اسمه. جميل جميل وربي غدا يا شباب، وربي غدا محترم. هذا الميديم يا ساتر. وش بيكون اللارج؟ ما في الا القرش. والله انه يجيك يوم القرش، والله انه يجيك يوم. الحين هذا المفروض ان نطبخ الا احترق. ما نطبخ السمكه الصغيره هذه، نصير نعلق. يا اخي كانت في طريقه ما ادري كيف انك تمسكها كذا وتصير تعلقه. شوف كذا يصيرون الاثنين ينطبخون في نفس الوقت. فحركة مرة مهمة أو حلوة. المهم خلنا ناكل. كوكت؟ إي كوكت. أوكي ما على بعد ما ينطبخ هذا المفروض وضعنا في السليم وخلاص نمشي. خلنا نجرب نصيد هذا. بسم الله. كان سمعني طبعا. يعطش اللاعب بسرعة أثناء الصباح الظاهر يوم تتحرك. تعال هذه فرصة ان نشوف الجزر. والله هذيك كذا حبيتها. هذه واضح انها اكبر شو العرض يا شباب، او انها اقرب. انا يهمني انها اقرب. ف والله ما ادري احسهم الاثنين نفس المسافه. ما فرقت معي صراحه اي واحده بنوجه. عندنا اربعه من السبير والبوصله وسكين، وهذا محتاجه. ما ادري والله اذا ما اخذ شغلات مش مهمه، بس احس وضعي كذا في السليم. كم صندوق؟ 1 2 3 4 5 6 7 7. وهذا انطبخ لسه ما قال طنق. خلنا نسحب القارب نجهزه. دقيقة كان فيه الأزرق الكريه هذاك. هذا هو هنا. الله يخرب بيته. خلنا بنطلع من هنا. أيوة إن شاء الله إنه ما في واحد ثاني هناك. طيب كذا جاهز وضعنا. بنمشي الساعة 2 الظهر لاعب يحمر. طيب خلاص يكفيك طبخ. كوكت واخيرا نطف النيران. شوف الحين الاكل 3 بارات وربع صارت ارتفع بارين، يعني بارين وشوي. توكلنا على الله يا شباب. يلا توكلنا على الجزيرة اللي بعدها. بسم الله نشوف البوصلة. طبعا هناك كله ما في جزر مثل ما تشوفون. اول جزيرة هذه، ف متوجهين على النورث ايست، المفروض نرجع على الساوث ويست شيء كذا. يعني نشوف درجة 60 ونرجع على درجة 240، وان شاء الله ما راح نضيع. ان شاء الله ما راح نضيع. موضوع الاكل والشرب لا باس عندي، ان شاء الله اني اتوفق بهذه الرحلة. ايش في لاعبي ما يمشي؟ شد الرحالة يا ولد شد. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انت صاحب السفر. وايش هذا؟ صخرة الظاهر. اي ما في اي جزيرة على يسارها. فعشان نحسب الوقت يا شباب خلنا نشوف بس الساعة كم الحين. الساعة خلنا نقول تحركنا الساعة 4. حلو تحركنا الساعة 4. الله يخرب بيت القرش شفتوه تحتي. يودعنا يودعنا. تحركنا الساعة 4. كان المفروض انه يتحرك في الليل والله هذه الخطة، بس في شوية امور كذا عطلتني. و يلا اتوقع لاعبي راح يتعب
او يعطش بسرعه. شوف 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 القرش ابن الذين راح يقلبنا في وسط البحر، ما لها داعي والله. انا متخوف من الحيوانات اللي راح تكون موجوده في هذا الجزيره، وهذا جالس يناشبنا في وسط البحر. شوف 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 بيجي وسقعنا. يحارشنا والله يحارشنا الوسخ. ما ودي اوقف و اناظر. طبعا لاعبي بدون رقبه. بنوصل بالليل، يبنا نجهز لنا النار، نجهز لنا شيء ناكله ثاني يوم ونروح نجمع. عندي شويه اكل الطواري، ما ادري الظاهر انه تونه وشويه ماي. تعرف دوار تعرف دوخه البحر، ما ادري دوار البحر ما ادري ايش يسمونها هذيك، حسيت انه جاني كذا من كثر ما اشوف الامواج. حلو، في سفن قريبه. نستكشفها. والجزيره والله شكلها حليوه كذا، واسعه تاخذ راحتك. فمثل ما قلت لك ممكن انها تكون يعني البيس تبعنا، مش شرط انه. يا سلام، حبيت الجزيره صراحه كذا بدايتها، واضح ان فيها خيرات كثير. وبعدين المقدمه الرمل هذا الفاضي يمديك تبني، احس على الراحات، ما في اي شيء بنفسجي هنا يستقبلنا. اوكي، وصلنا الساعه 5، يعني ساعه بالضبط، ساعه بالضبط داخل اللعبه. نقول بسم الله، نسحب القارب. والله كاني شفت في شيء اخضر هناك. ونحط نرجع الرافت. وهذه كانت رحلتنا يا شباب. هذا ما ادري اذا كان سام ولا لا. هنا الظاهر انه فيه، لا والله ما في باباي. السلام عليكم، هذا اول خوي نلتقي فيه. طبعا هنا يا شباب تكون فيه حناش او ثعابين، ويكون فيه حيوانات تشوفون هذاك اللي هناك، هذا الكراب زي هذا بس ابوهم كذا، عرفت؟ ما ادري امهم عملاق. وفي حيوانات خنازير وانتم بكرامه وغيرها. وهذه اول صخره نجمعها. التجميعات كلها راح تكون هنا، الصناديق هذه كلها راح اجمعهم هنا. نكون فاضيين كذا. السبير والبوصله، البوصله ودي اني استبدلها بالسكين اللي موجوده هنا. انا جايب سكينين بالغلط ترى، لا جانا الليل، هذا اللي كنت خايف منه. طيب رجعنا البوصله، هذيك جيرتنا قدامنا بالضبط، ما تضيع. هذا اللي كنت خايف منه. هذا الاثنين غدانا اليوم، ما ادري عشان اليوم. اثنين كراب اسريع، وهذا الثالث تعال يا قلبي. وبروح عند ابوهم وافتك منه من الحين عشان لا يزعجني كذا، يجيني في وقت غلط. هذا هو، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما ينفع في الليل يا خواجه. بما انه ما حارشني وجالس هناك، ما ادري احس انه معلق كذا. خلنا نضبط لنا بيس على السريع. يا ريتني جايب الفاس، بس يلا ما عليه. معي سكينين. شوف كيف النخل ينقص، والله شيء جميل صراحه. حلو، الكوكنت طاح، عندنا نشرب منه. نمشي امورنا بالكوكنت، ان شاء الله انه ما في افاعي ولا في هذا يجي يحارشنا كذا في وقت غلط. اول شيء راح نحط لنا الكام فاير في هذا المكان. نجمع لنا شويه وود ستيك عشان نشب الضوء. هنا في شويه صخور، اي شيء في طريقي كذا راح اجمع اسريع. شوف السكراب كثير منه. هذا الباباي، الباباي طبعا جدا مهم، بحيث اذا كان فيه بويزن او اي تاثيرات سلبيه اتوقع انه راح يلقيها الباباي. في شويه امور كذا بناخذ رفع اسريع. خلاص بما ان هذا مهم جدا. موضوع اللاشنج ما لاشنج والله ممتاز جدا. يوم تجي جزيرة ثانية تحس انه هذه النبتة اول مرة اشوفها، الوي بلانت، ما ادري وش فائدتها، ممكن حتى اذا كان فيه بويزن. شوف هنا في باباي ثانية، وهذه نفس الكلام، يمدينا نقصها. لا ما يمدينا. اوكي الحين نجي نسوي فاست كرافت هذا، ونرمي الحجار هنا. ياهو، كم حجرة شليت انا. اوكي نسوي لايت على السريع، ونحط الكراب اللي معنا بحيث نتعشى فيه. نسيت موضوع العطش والشرب، خلنا نشيك. لا والله وضعنا في السريم، بس على كل حال الكراب اللي معنا نسوي له سكن.
هذا الثاني، والله الثالث ما ادري وينه، انا متاكد اني صايد ثلاثة. شوفوا هذه الحركة اللي بنحاول نسويها، نعلق الثاني معاه وان شاء الله انهم الاثنين بينطبخون. طيب الحين نجي نشوف الجزيرة او نكمل ونزل الاغراض هذه كلها هنا بعدين نرتبها. هذه الشغلة ما اتوقع اني احتاجها. السبير ساعة كم الحين؟ ودي انه يجي النهار صراحة بسرعة. الشجيرات الصغيرة هذه، الباباي، الفايبر. الحين في شوية ضوء كذا يمديني اروح افتك من هذا. طبعا هو راح يحارشني مجرد ما يشوفني اقرب. شوف هذا هو، السلام عليكم، تعال ساحة القتال هنا. قاتلت رادان ما اقدر عليك انت. الله يخرب بيتك، كم ضربة؟ يخرب بيتك. دقيقة هل يكون في افكت ولا شيء مش ناقص؟ اوكي تقريبا 5 ضربات. تعال يا عشانه، تعال نسوي له سكن. والله ما اختبأ، تقريبا انها يمديك تاخذ منها لحمتين كبار، عساها من الميديم. اي شكلها ميديم، حلو ميديم يعني زي السمكة هذيك. طيب وضعنا من ناحية الاكل امورنا طيبة، ممكن الحين ناكل هذا ونعلق الثانيين. هذا كوكت وهذا كوكت، مثل ما تلاحظون الطريقة ماشية زي الحلاوة. الاثنين كوكت بنفس الطريقة، يعني يمديك تعلق اثنين بنفس الوقت، والحين راح نعلق هذا الاثنين بنفس الطريقة. نصير نرميه في الارض وبعدين نشله ونخليه يدور مع الصديقة، راح ينطبخون الاثنين بإذن الله. الأكل ناقص تقريبا 3 حبات، ناكل الأول ناكل الثاني. وضعنا في السليم، الكوكنت ممكن نكسره، ناخذ لنا شربة نكسره ويصير ممكن ناكله بكرة، يعني من باب التنويع عرفت. والله ما أدري يا شباب هل في حيوان ثاني ولا بس هذا الحيوان، أتوقع أنه يكون منه أكثر من واحد. يا زين الفايبر يا أخي، الجزيرة هذه والله يا أنها مليانة فايبر يا شباب. بس يبيلك ايش؟ تاخذ لفة الصبح من جديد. انا نفس الشيء راح اخذ لفة كذا من الاطراف، اتأكد انه ما في شيء، بعدين يصير الصباح ارجع من داخل. لان مثل ما تشوفون الاطراف تكون واضحة، اذا كان في صخور في شيء يمدينا نلقطه احنا ماشيين على السريع. اودي اتعمق داخل، بس خلنا نجمع شوية خشب، راح نحتاج الود ستيك. يا زين الفايبر في هذه الجزيرة يا اخي، ما ادري كيف الاضاءة حسيتها افضل شوية عن يوم لعبت امس، ممكن لانني رفعت الاعدادات الشاشة عندي، بس اتمنى انه يكون واضح بعدين يوم نشوفه في الادت. لاني يوم ارفع الاضاءة هنا من عندي في الادت احس ان الجودة، جودة اللعبة نفسها تصير اسوأ. فان شاء الله انه يكون الوضع في السليم. نحط الباباي هنا، شوف قالطنق. وهذا كوكت وهذا كوكت، مثل ما تشوفون الامور في السمبتيك. موضوع الاكل تمام. شوف عندي 6 فايبر في اللفة هذه الخارجية، وهنا تقريبا في 6 من قبل. والله الوضع جميل جدا يا اخي يوم تروح جزيرة ثانية، والله انه شعور رهيب. واثنين من الخشب، 1 من الوود ستيك. الاخشاب كلها راح اخليها هنا، هذه الاشجار اللي ما ادري وش وضعها راح ارميها هنا. والله يا شباب الوضع ولا اجمل، مسبق للاكل، اموري طيبة وعندي السكراب هذا ممكن اطبخه. خلنا نجهزه على السريع للصباح الباكر، مع انه خلاص فطوري جاهز ممكن اكله بعد ما سيف. تعال على طاري السيف، والله يعني تاخرت كثير، يعني مروا يومين تقريبا الحين ما سويت سيف، فضروري اني اسيف عشان لا سمح الله لو صار شيء ولا شيء يكون وضعي بالسليم. عشان ابني الشلتر احتاج 3 عندي، احتاج العريش و1 لاشنج، كله بسيط. هذا العريش هنا، هذا هو جاهز، كلهم خلهم فوق بعض. نسوي له تثبيت، نجيب 3 من هذا، 3 من الوود،
أربعة من لاش طبعاً. تعال فوق الفايبر وسوي اللاشينج أحلى شيء، تكون متطلبات الشيء عندك على الأرض. وهذه أحد الغلطات اللي غلطتها ونصايحكم صراحة استفدت منها، أن الأغراض يوم تكون في الأرض خلاص أنت توقف فوقها وتصير تصنع، ما يحتاج أنها تكون بيدك أو أنها تكون عندك في الانفنتوري. وهذه نقطة والله جدا عجبتني في اللعبة. على العموم نبني الشلتر تبعنا في هذا المكان الجميل، وكذا يكون وضعنا بالسليم عشان نسيف. والله يا شباب لسه ما دخلت الجزيرة، يعني ما تعمقت داخل، بس خدت لي لفة حوالينها وطلعت باللوت هذا كله مثل ما تشوفون. ما ادري كم فايبر، يمكن 15 وشوية باباي وشوية احجار، يعني توفقت احس بالجزيرة. ما ادري موضوع ثعابين، ودي اتفاهم الصباح، فما ادري اذا يمديني انام ولا لا. ما يمديني انام طبعا لان الحين تقريبا قرب الفجر، بس اهم شيء اني سيفت ساعة 5 الفجر. خلونا نجلس كذا. من ناحية تلبية الشخصية الهنتينج عندي ليفل 2، الطبخ ليفل 3، والمدري ايش اللي بعدها نسيته، اللي بعدها الفيزيكال، والاخيرة الكرافتينج. تقريبا المتوسط انه ليفل 3 في كل شيء، يعني شخصيتي. يا سلام كذا المنظر، القمر مع هذا وكل شيء، يعني ما يصير قمر قمر. الله يعطيكم العافية يا شباب، اتمنى الحلقة نالت اعجابكم، لا تنسوني باللايك. اشكر من تسمين القناة، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. على هذا الشروق، يا سلام، انا بترككم مع الشروق صراحة.